صريحة بأن الذي لا يصلي ليس بمسلم، لا إسلام ولا دين ولا عهد ولا ذمة لتارك الصلاة. يقول ربنا جل جلاله: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ويقول ربنا جل جلاله عن أصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول ذنب استوجبوا به حلول ودخول جهنم هو ترك الصلاة والعياذ بالله. ولذا لما ذكر الله جل جلاله الأنبياء كما في سورة مريم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: إلا من تاب وآمن. قوله آمن دل على أنه كان كافرا ثم عاد إلى حضيرة الدين من جديد. فيا أهل الإسلام، يا أهل الملة، يا أهل الدين، يا أهل العقيدة، اعلموا علم اليقين أن من ترك الصلاة لا دين له. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة كما في مسند أحمد وسنن الترمذي قال: قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة يوما كما عند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. السؤال هنا: ما الذي جعله مع هؤلاء الكفرة؟ الجواب واضح: إنه الردة، إنه الكفر، إنه ترك الإسلام والعياذ بالله. ولذا إخوتي في الله ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يقول أحمد بن حنبل وإسحاق على هذا الحديث: فيه دليل على أن تارك الصلاة كفر. فالشيطان لما ترك السجود لآدم بأمر الله كفر، كيف الذي يترك السجود لله؟ ولذا أيضا ثبت في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث كعب بن مالك قال: قال عليه الصلاة والسلام: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والحديث الآخر حينما استؤذن صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج على الأئمة قال: حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن ترك الصلاة كفر بواح. ولذا ثبت في موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، وقد طعنه أبو لؤلؤ المجوسي طعنات أثرت به، كان يغمى عليه طويلا ويفيق، وأغمي عليه إغماءة طويلة، فقال: من يعرف عمر حقا؟ إنكم لن توقظوه لشيء أفزع لديه من الصلاة. فقال من بجانبه وقد أصغى إلى أذنه: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال فانتبه وهو فزع يقول: نعم، أما إنه لا دين لمن لا صلاة له، أما إنه لا دين لمن لا صلاة له، أما إنه لا دين لمن لا صلاة له. فيا إخوة الإسلام، تارك الصلاة ليس له دين، وليس له ذمة، وليس له عهد، بل يتق الله الذين لا يركعون ولا يسجدون. ولذا أيضا كما تقدم الأدلة القرآنية واضحة والأحاديث النبوية صحيحة وصريحة. وأما الإجماع فقد نقل 8 أئمة من أئمة الإسلام أن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله. الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الصلاة، وكذلك الإمام إسحاق بن راهويه نقل الإجماع على أن تارك الصلاة كافر،
وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب، وكذلك المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وكذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وكذلك الإمام ابن حزم في المحلى، وسابعهم ناقلا عن ثامنهم وهو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري، قال كان عبد الله ابن شقيق العقيلي التابعي الجليل يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. فالمسألة خطيرة، المسألة خطيرة. الآن يوجد في بيوت كثير من المسلمين إلا من رحم الله أناس ما يركعون ولا يسجدون. إخواني، لماذا بنيت المساجد؟ لماذا ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم؟ هل الكلام هذا والنداء للجدر والجمادات؟ الكلام والنداء لأصحاب لا إله إلا الله. فأقول اتقوا الله أيها المسلمون، حافظوا على صلاتكم، خذوا بوصية نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يردد عند الموت في سكرات الموت، يردد الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أليست نصيحة مشفقة؟ أليست خارجة من قلب رحيم رؤوف بأمة صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه يعلم أن هذه الصلاة نجاة، أن هذه الصلاة فلاح، أن هذه الصلاة فوز. تدخل فتعرض مشاكلك على ربك، تدخل محملا بالذنوب والخطايا ثم تخرج مغفورا لك بسبب هذه الصلاة المباركة. فلنتمسك بها ولنحافظ عليها ولنربي عليها أبنائنا وبناتنا ومن تحت أيدينا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله الله أيها المسلمون، بالمحافظة على هذه الصلاة وبملء مساجدكم بالراكع والساجد، لأنه كما تعلمون أصبحت والله المستعان ظاهرة ترك الصلاة أمرا عاديا عند كثير من الشباب إلا من رحم الله. يؤذن المؤذن ويقيم المقيم ويصلي المصلون وهم في دورانهم وفي لهوهم وغفلتهم والله المستعان، ومقابلين وجالسين وعاكفين على ملاهيهم وعلى آلاتهم إلا من رحم الله. فلنربي على هذه الصلاة إخوتي في الله من جعلهم الله تعالى أمانة في رقابنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه الشيخان عن ابن عمر، وثبت في صحيح مسلم أيضا، بل صحيح البخاري ومسلم، عن معطل بن يسار قال قال عليه الصلاة والسلام من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والله الله إخوة الإسلام، يا من يسمعني مباشرة ويسمعني عبر المكبرات، أقول اتقوا الله في أنفسكم أيها المسلمون، حافظوا على هذه الصلاة لأنها سبب الأمان في الأوطان. أعظم سبب للأمن في الوطن المحافظة على الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والصلاة إخوتي في الله والمحافظة عليها أمان، أمان في الأوطان، فلنحافظ عليها. أسأل الله بمني وكرمه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله بمني وكرمه أن يرد شارد المسلمين إلى الصراط المستقيم. اللهم اهد ضال المسلمين إلى الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا للصلاة محافظين، نحن ذرياتنا ومن نحب من المسلمين والمسلمات. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل اللهم اجتماعنا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم قد بذلت سيئاتكم حسنات. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.